مهم هذا اللقاء اللي اليوم كتعرف التدشين ديال هذه الوحده الصناعيه اللي القيمه الاستثماريه ديال 11 مليون تاع الدرهم اللي ساهمت فيها الجهه ب 5 مليون تاع الدرهم اللي غادي تشغل اكثر من 1500 منصب شغل. صراحه من هذا المنبر والمنابر الاعلاميه اللي حاضره معنا نشكر السيد الوالي السيد العامل اللي قاموا بواحد المجهود كبير لانجاح هذه العمليه وجميع المنتخبين اللي حاضرين معنا حتى هما قاموا بواحد العمل. اليوم هذه اول وحده صناعيه اللي تعرف تكون خرجت الحيز الوجود وان شاء الله هناك استثمارات مقبله لمدينه جراده. غادي نقول للناس يطريتوا والصبر، هذه اول وحده اللي خدمت 1500 وان شاء الله كاين واحد الوحده صناعيه في التكستيل يعني في المواد الملابس اللي في صناعه الملابس اللي حتى هي غادي تعرف ان شاء الله الوجود ديالها وغادي تخرج الوجود في الاشهر المقبله. وكاين هناك مشاريع اخرى ان شاء الله هذه البدايه، ونتمنى دائما كما قلت من جميع المنابر الاعلاميه نتمنى بجميع الشركاء والوزراء اللي وقعوا اتفاقيه لتنميه الاقليم ديال جراده باش يسرعوا بالوتيره ديال التعهدات وديال الالتزامات ديالهم. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.